ولد حسين الصالح الدوسري في 15 إبريل عام 1937 في الكويت، وقد كانت بدايته عندما تتلمذ على يد الفنان الراحل المخرج زكي طليمات في فرقة المسرح العربي، حيث أنه كان من مؤسسيها، وشارك معه كممثل في 4 أعمال مسرحية. وبعد 3 سنوات من تقديم الفرقة لأول عمل مسرحي، كان أول كويتي يخرج مسرحية في عام 1964، عندما قدم مسرحية عشت وشفت في تاريخ 20 ديسمبر عام 1964، وهي من تأليف الفنان سعد الفرج وبطولته مع خالد النفيسي وغانم الصالح وجوهر سالم وعايشة إبراهيم وعلي البريتشي وآخرين. ثم توالت الأعمال المسرحية التي أخرجها، والتي وصل عددها إلى 13 مسرحية أخرى، وآخرها إمبراطور يبحث عن وظيفة. ليش خشيت عني عن والدتك سفر ولدك راشد؟ ليش يا جاسم؟ أبدا ماكو شيء يا أخوي ناصر، الحقيقة في ظروف كانت أفضل. جاسم للحين بتخش عني؟ للحين؟ يعني شو والله كذاب عندك أنا؟ لا لا أنت متكذب، لكن طول عمرك كذي، اللي براسك هذا بتنفذك وما ترجع لي إلا إذا طحت بمشكلة وتبيني أحلها لك. يعني من كلامك إني أنا ما أفكر بروحي؟ لا لا أنت طول عمرك تبتثبت لنفسك إنك تقدر تفكر، وهذا غلط. يبقى الناس للناس والكل بالله. شوفني أنا مثلا، عمري ما اتخذت أي قرار بحياتي أو يتعلق ببيتي أو في مكتبي إلا لما أرجع لك وأرجع لوالدتي، مع العلم أني أنا أكبر منك وإنت صغير. ناصر أنت تدري زين فيني، أنا ما أخش عنكم أي شيء. أنت كل شيء تسويه بالسر، لا تقول لي. يذكر عليك لما تركت الدراسة ورحت فتحت محل بورفك من أبوك بدون ما تعلمني أو تعلم والدتك، ورحت خطبت ميسور ببلدها وتزوجتها بدون ما تقول لي او تقول حق امك، مع العلم اني قلت لك خل بالك من التوافق بين الزوجين. اي توافق اللي تتكلم عنه؟ انا اغلى منها ومن ابوها. انت اغلى منها صحيح، لكن شنو الشهاده اللي عندك؟ انت خريج مثلها؟ عندك شهاده جامعيه مثلها؟ بنيتك مثل بنيتها؟ مع هذا تزوجتها وطلقتها وتزوجت واحده ثانيه وسفرت ولدك راشد انتقاما من زوجتك ميسون. ناصر انا عارف انك انت انسان ذكي، وانا بقعد معاك تعرف كل اللي براسي، وانا لا يمكن اقول حق احد وين سفرت راشد ولا حتى ليش سفرت. اسمع، ولدك خوب يدز لك مكاتيب من برا، انت في البيت عندك زوجتك وعندك اولادك وعندك الخدام، ان طال الزمان ولا قصر بندري وين سفرت راشد. فهمت؟ مساء الخير، مع السلامة. مع السلامة. إضافة إلى أنه شارك بالتمثيل إلى جانب الإخراج سواء في المسرح أو في التلفزيون، كما شارك كمخرج في مهرجان دمشق المسرحي في عام 1969 من خلال مسرحية من سبق لبق من بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا. وفي 8 ديسمبر عام 1975 استقال من الفرقة ليكمل دراسته، وعمل لمدة 2 سنين رئيسا لقسم التمثيليات في تلفزيون الكويت. وقد أخرج الصالح العديد من الأعمال التلفزيونية، وأبرزها سباعيات أجنحة الوهم وليلى عاصفة ونهاية الصمت وأنهم يكرهون الحب وسهرات وعاد الأمل ونقطة الضعف من تأليف عبد العزيز السريع، وحب في الأندلس من بطولة كرم مطاوع وفوزية عزت وعصمة محمود، كما أخرج 18 ساعة تلفزيونية تحمل عنوان عيال قرية من بطولة إبراهيم الحربي وتأليف مبارك الحشاش، ومسلسل علي بابا وأربعين حرامي، ومسلسل زمن الرجال بطولة جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل.
وعبد الرحيم اشوفك شنك منتشل. اي والله من الحداق جاسني هوا وانا اخوك. على الحداق؟ اي والله. ايه شو نسوي ما نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو خير. ابو خير كيف حالك؟ شلونك؟ شلونك؟ الله يسلمك. ابو الخير. الله بالخير. ابو خير يا هلا. شلون العيال؟ والله الحمد لله بخير الله يسلمك. السلام عليكم. يا هلا. يا هلا. يا هلا. مرحبا. مساكم الله بالخير. ابو ايمن. شلونك يا ابو ايمن؟ والله الحمد لله ما سلى عنك. شلونك انت؟ يا الله ابو ايمن. كيف صحتك؟ شلونك يا ابو؟ والله طال عمرك بخير الله يسلمك. حياك الله. تفضل يبا. ايش دعوه مستعجل؟ هذا شيك ما عندنا الا حلالك. الله يسلمك ما قصرت. حلت البركه. الله يسلمك يا حاج احمد. اخبارك ابو ايمن؟ ما سمعتنا اخبارك اليوم. والله على حطة ايدك مثل ما تشوف. مشاغل الدنيا وايد يا ابو عبد الرحيم. اي والله. صدقوني يا جماعه صار لي كم يوم ما فتحت الجرايد مولي. ما ادري ايش صاير في الدنيا. صدق؟ اي والله. مشاغل الدنيا وايد. مشاغل عندك. لله. شلون؟ ما دريت؟ يا والله. والله ما ادري الخبر يفرحك ولا يضيق خلقك. صاير؟ خير ان شاء الله. تدخل بعيد. تفضل اقر. لا. حج احمد من اعطاك بايمن هالجريده هذا وانت معتفس علينا يا اخوي؟ عسى ما شر. والله شو اقول لك؟ عمال الموانئ في انجلترا اعلنوا الاضراب. انجلترا اعلنوا الاضراب، خلي يعلنون يا اخوي، انت ايش عليك؟ انت يا حج احمد الله يهديك. مو انا البضاعه اللي موصي عليها معنى هذا انه ما راح توصل بوقتها. والمشكله مو كذي يا جماعه. المشكله اني انا ما امنت عليها. افا. البضاعة؟ اي نعم البضاعة. البضاعة يا ابو ايمن اللي حطيت كلمة وراي دوني عليها. وفوق هذا تسلفت من حلال الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الصدق يا حج احمد والله ما تستاهل. والله مو خبر هذا. والله ما هقينا كذي يا حج. ما هقينا كذي. والله ما تستاهل. ضيقت اخلاقنا. نصيب. نصيب. أنا آسف يا حجي أحمد. إيش عليك يا أبوي؟ مكتوب على الواحد لازم يشوفه. على كل واحد ما يقول له الحمد لله على كل حال. ألف الحمد لله بالشكر. من رخصتكم. يلا إحنا ماشيين. ماشيين بعد. ماشيين يا حجي أحمد. أمان الله. حياكم الله. أمان الله. أمان الله. أمان الله. الله يا حجي. أمان الله يا أبوي من. أمان الله. أمان الله أبو عثمان. أمان الله. ومن الأعمال التي شارك فيها ممثلا زمان لسكافي، من المتهم، الصوت الثاني، الانحراف، بيت بو خالد، رحلة عذاب. ومن الأعمال التي قدمها مؤلفا أو معدا ومخرجا نشير إلى المتوحشة، علي بابا، زمن الرجال، عيال قرية، نهاية الصمت، أبريت سندريلا، درس خصوصي، العتاوية، الزير سالم، الشمس فوق البطاح، إنهم يكرهون الحب، وعدد من الأعمال الدرامية، كما أخرج للتلفزيون عددا من المسرحيات المحلية لعدد من الفرق الأهلية والخاصة. فقدت الساحة الفنية الكويتية المخرج حسين الصالح في 9 نوفمبر عام 2001 تاركا إرثا فنيا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة.